ومعنا في الاستوديو محمد عبد الرحمن ولجيه عضو الحراك النقابي لتحقيق مطالب التعليم الاساسي. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. احتجاج للحراك النقابي بعد ايام لقائه وزير التهذيب، هل يحيي ذلك بعدم تجاوب الوزاره مع مطالبكم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نشكر القناه المحترمه قناه المراه بطون على اهتمامها بشكل عام بقضايا التعليم، لكن اسمحي لي اعلني سابقا على اني اجاوب هذا السؤال، اعلني اوجه نداء من هذا المنبر المحترم اللي نختار نقول اعلن للقائمين على الشان العام في البلد، ونقول للسياسيين معارضة وموالاة، ونقول للآباء التلاميذ، ونقول للمجتمع المدني، ونقول لكافة المهتمين بالتعليم، أعلن للأسف ما ظهرنا كفاعلين في القطاع، أعلن في مستقبل يلوح في الأفق يطمئن على واقع التعليم بالحالة اللي معاش اليوم. وبالتالي من هذا المنبر أيضا نطالب بضرورة أعلن جعل التعليم قضية الجميع. أنا للمجتمع أن يجعل من التعليم قضيته، وكما هو معلوم عند التنمية تقوم عندما يكون التعليم شأنا مجتمعيا. نختار من ذا المنبر أن يعود كامل الفاعلين في المجتمع، والمجتمع بصورة عامة أنه يجعل من التعليم القضية الأولى. وإحنا للأسف مدفوعين اليوم بفعل السياسات اللي مرتجلة، فعل السياسات الخاطئة لعلنا نتوجه الاحتجاجات والإضرابات نتيجة لتعطل المشاكل في القطاع. التعليم بطبيعة الحال يقوم بالدرجة الأولى على المعلم. المعلمون اليوم واقعهم ذا هو، العاملين في القطاع بصورة عامة يندفعوا اليوم الاحتجاجات والتصعيد على تعطيل مطالب تحولت أيضا إلى التزامات موثقة في محاضر أجالها الزمنية تجاوزت. نحن فعلا جابرنا مع وزير التهذيب أو تلقينا منه دعوة، وقررنا على أن نبتعثوا له شخصين يمثلوا الحراك، وللأسف اللقاء اللي اجمعهم بالوزير ما كان مطمئن. بالعكس، الرسالة اللي حملونا ضمنيا من الوزير توحي بعلن أن التصعيد أعلن أنه خيار رسمي. وبالتالي احنا أيضا عبرنا في بيان صدر يوم لقاء منادبنا للوزير، أعلننا له نعود فعلا مستعدين للخيار اللي جسده وزير التهذيب الوطني. نعم. إلى عاد فعلا هذا هو، مع أن هذا ما هو خيارنا. الحراك النقابي اتهم وزير الوظيفة العمومية برفض المصادقة على مشروع ترسيم الأسلاك، على ما بنيتم ذلك؟ بنيناه على أن مشروع الأسلاك كغير من المطالب اللي عبرنا عنها في العريضة المطلبية اللي وقعتها نقابات المشكلة الحراك كاملة يوم 30 نوفمبر، وقضية الأسلاك هي القضية الجوهرية فيها. أعلنها عادة التزام في المحاضر اللي احنا متمسكين بها، آخرها محضر 2011، التزام واضح من الدولة وموقع وعليه خاتم الدولة وتوقيع الدولة على قضية الأسلاك، أعلنها لا هي صادقة عليها وفقا لما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية اللي بدأت أيضا سابق توقيع للمحضر اللي ذا هو، وطبعا اللي تقريرها النهائي اصدر مع بداية العام 2012. تأكدنا بعد لقائنا الأخير مع وزير الوظيفة العمومية على أنه فعلا هو السبب في تعطيل المشروع، لأن قبل أن نلتقي معه اطلعنا على المشروع، عليه تأشرت وزير المالية وعليه تأشرت وزير التهذيب الوطني وتأشرت إدارة التشريعات التابعة للأمانة العامة للحكومة. كل هذه التأشيرات في شهر مايو 2015، واللقاء اللي جمعنا بوزير الوظيفة العمومية للأسف وفاجئنا بأنه يرفض تماما تقديم المشروع لمجلس الوزراء بحجة على انه مكلف ماليا. صحيح احنا استطعنا على خلال سنوات عديدة، لان قضية الاسلاك ما هي مطروحة من اليوم، مطروحة من 2007 ومرت بمراحل عديدة جدا، وبالتالي احنا كنا نتوقع في ظل 2015
المصادقة نعم. على مشروع الأسلاك، وهذا فعلا هو نعم. ما لم يتحقق. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا للقائمة على الشأن العام، أعلنهم يتعاطوا نعم. بشكل محمد إيجابي عبد الرحمن قبل عبد الرحمن فعلا نحن ندعو التنفيذ الإجراءات اللي مخاطين لها وعازمين على تنفيذها نعم. ما بعد إن شاء الله محمد عبد الرحمن ولد جي عضو الحراك النقابي لتحقيق مطالب التعليم الأساسي، شكرا جزيلا لك.